ديروا معنا غادي نخدموكم نهار 15 شهر 10 ونهار 19 ونهار 21 غتشوف شهر 10 وما وفاش بهاد الوعود هادي. جا وكيحلف لينا والله العظيم تتخدموا والله هادي من هنا ما وفاش بهاد الوعود بتاتا. لان الجنويه ماشي وصلت العظم فاتت العظم. انا ما عندنا ما نوكلوا ولادنا. انا لا جيتو تشوفوا يلاه معايا كنقولوا وكنكرر يلاه تشوفوا حوايجي في مليوعين مول الكرا راه ما سمحش ليا في كراه راح ليا حوايجي على برا خرج سيدي عطيني اتساع. واش نمشي نتشرد ولادي نمشي لكريسي عباد الله نتلقى لهم نمشي نبيع الحشيش نمشي لقوارب الموت نمشي ندير عمليه انتحاريه وكاك ركب انا في امواج انا باش نمشي لاس بالماس نمشي تلقى ونبقى لا دنيا لا دين لا ولادي لا والو. حشوم على هاد الناس. شحال خرجوا دابا شحال؟ 22 واحد 22 واحد اللي كانوا ودابا حاليا بقات فيها غير 16 واحد هي اللي بقات فيها. وهنا كاينه محسوبيه والزبونيه عيطوا على ناس على خمسه الناس خدمهم والسيد البداوي عنده مدخله فهاد الناس اللي دخلوا. المحسوبيه والزبونيه ما بغاش تقادى مع هاد الناس هادو. حسبنا الله ونعم الوكيل فهاد الناس هادو اللي كان سبابنا. الله يخلصوا هاد العرق هذا اللي عرقانين بغيتو يبقى تقلى ان شاء الله عليه. الله يجعل ذنوب ولادنا وتقليدهم يبقى على هاد الناس هادو. وكنطلب من السيد شينان حسين شينان العامل للمدينه انا كنقول عامل للمدينه يلقى معنا حل ما يتخباش علينا يبقى وراء الستار ويتفرج فينا غير من الشراجم يتفرج فينا خليهم يغوتوا تيعيا ويمشوا في حالاتهم كما داز في الاسابيع اللي فاتت راهم يغوتوا تيعيا ويمشوا في حالاتهم. حنا اليوم هنا بيتين هنا حتى يلقى معنا حل ولا ما لقاش معنا حل راهم يتحملوا مسؤوليتهم راه ينتظروا منا غير الأسوأ. حنا صافي عينا وما الحبس حنا عايشين فيه نفس السيفين. اللهم امشي للحبس تما ناكل ونشرب وعائلتي تجي تطلع عليا وعندي شومبر ديالي مع عائلتي ولا نعيش هنا في الدل على برا. اللي دازين عاد فيك ها هو كان تسالوا الفلوس ما بغاش يعطينا ولكن سبابنا هما هاد الناس هادو والله يخلصهم حسبونا الله ونعم الوكيل. هاد الناس هادو راه كناشدوا السيد العامل الاقليم باش يتدخل ويحلوا مشكلتهم. هاد الناس راه تشردوا لا هما ولا ولادهم. هاد الناس راه ما بقاوش يلقاو حتى ما ياكلوا. كاين اللي جراو عليه من ديور الكرا بحال هاد السيد هذا وامثاله راه كاينين اخرين وجراو عليه. كاين اللي مراته مشات قيدت به شكايه عند المحكمه باش تطلق دير الطقاق الشقاق لان من حقها ما عندهاش ما تاكل هي وليداتها. هذا مصير كيمارسوا هاد الناس هاد. حنا كنطالبوا بالرجوع ديال هاد الناس فقط ما كنطالبوا لهم حتى بحاجه. الناس عنده فين يخدمهم ماشي ما عندوش راه عنده فين يخدمهم ولكن هو متعنت. واش هذا مسؤول عباد الله مدير عام كيقول لك ديال فيكتوريا كيهرب من الكرياج. هذا راه انتظرناه بعيننا حنا البارح جايين خارجين من المسجد انا وهاد السيد كيبان لنا نقص من الكرياج باش ما يواجهش العمال اللي يدوز من حداهم. هذا مدير هذا جاي كينهب ماشي مدير. ولهذا كنطالبوا حنا كناشدوا السيد العامل باش يتدخل ديال الاقليم والسيد محمد واميرنا المؤمنين السيد محمد السادس نصر الله وكنطالبوا له الشفاء العاجل باش يتدخل ويحل لنا هذا المشكل ديال هاد الابناء هادو مساكين راه تشردوا هما وليداتهم. كما كتشوفوا هذا الاسبوع الثالث اليوم الثاني في الاسبوع الثالث وحنا في الوقفات الاحتجاجيه. هاد المدينه راه بحال ما فيها لا مسؤولين لا برلمانيين. واش راه جميع المسؤولين في نوم عميق راه حشومه وعيب. شو هاد الشباب راه كلشي عرقوهم تكرفصوا علينا هاد الناس هذا اليوم دابا هذا هو الشهر الثامن على التوالي وحنا في الشارع ما خدامين ما ردامين. السبب هو من جا كوفيد احترمناهم قالت لك الاداره راه كوفيد غتريحوا راه الفتره اللي غادي نخرجوا الطوبيسات كاملين دابا خرجوهم ثلاث شهور وما خارجين كاملين وحنا باقي الان في الشارع. راه السبب حنا راه كنا عصبي حنا اللي كلينا في عصا من الاداره قالت لنا راه كوفيد سير تريحوا ما كانش عينا باش نريحوا كان ديك الساعات نديروا اي حاجه ولكن حنا احترمنا الدوله كامله كانت وقفت ودابا من دارت الحركه طوبيسات خارجيين علاش نبقاو حنا في الشارع؟ راه هذا هو الاشكال علاش نبقاو حنا في الشارع؟ راه عيب وعار وهاد المسؤولين راه الاسبوع الثالث وتا واحد ما تسوقنا وتا واحد ما اعتبرنا. واش حنا مواطنين ولا شنو حنا؟ واش حنا بشر؟ راه عيب وعار راه حشوم. واش كتسناو هاد الناس تدير شي حاجه في راسها اللي تقولوا حقها لا مسكين ما كانش عليه يدير هكاك؟ راه ما فهمناش والله العظيم ما فهمنا. هاد الناس هاد راه صبرت راه بما فيه الكفايه راه لا اله الا الله. راه عيب وعار على هاد المسؤولين. شركه فيكتوريا كنحملوها هي المسؤول الاول والبلديه والعماله راه عيب وعار كنقول على هاد الشباب كيضيع. شوف الشباب راه من تقهر وما لقى ما يدير راه خرج في قوارب الموت وماتوا الناس ماتت في البحر راه عيب وعار حشومه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي.
وما تنساوش ديروا جيم.